بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا خالص الشكر والتقدير للدكتورة لبنى التوني على الدعوة الكريمة وكل اللجنة المنظمة، وسعيدة بوجودي مع زمايلي وأساتذتي في قسم الباطنة. طبعا الموضوع اللي أنا هتكلم فيه بيعتبر شوية نشاز عن التيمة اللي هي موجودة، فناخدكم شوية بعيد عن الدايبيتس والديسليبيديميا والهايبرتنشن، ونتكلم على النيونيتال سكريننج فور كونجينيتال هايبوثايرويديزم، وير دو وي ستاند. طبعا الكونجينيتال هايبوثايرويديزم موضوع مهم جدا، وهو احد اسباب البيرمننت منتال ريتارديشن في الاطفال. الانسيدنس بتاعته مش قليله، يعني قدرت ما بين 1 الى 2000 الى 1 الى 4000. وطبعا الثايرويد هرمون مهم جدا للديفلوبمنت اوف ذا برين بتاع الاطفال، وكذلك الجروث ديورينج تشايلد هود والادوليسنس. والاطفال اللي بيتولدوا عندهم كونجنتال هايبوثيرويديزم عند الولاده بيبقوا كومبليتلي نورمال، مش باين عليهم اي اعراض، لان الهرمونات بتاعه الام بتكون معوضه، فبيبقى الطفل كومبليتلي نورمال. وعلى ما تظهر بقى الاعراض يوجوالي سيفرال ويكس اور مانثس افتر بيبرتي، بيكون حصل الايرريفرسبل دامج اوف ذا نيورو ديفلوبمنت اللي احنا مش هنقدر نعالجه ولا نسترجعه تاني. في حين ان احنا لو شخصناه بدري وبدأنا العلاج ريبليسمنت ثيرابي بتاعنا بدري، احنا كده بفضل الله بنضمن ان الطفل ده هينمو نمو طبيعي. وبذلك الكونجنتال هايبوثيرويديزم از وان اوف ذا موست كومن بريفنتابل كوزز اوف منتال ريتارديشن. ومن هنا جه طبعا موضوع نيونيتال سكريننج، وطبعا ده قديم من حوالي اكثر من 50 سنه، في 1970 وبدأ في اوروبا، و1974 بدأوا يستخدموا عينة الدم على الفلتر بيبر، فبقت حاجة سهلة جدا ومش مكلفة وسريعة، وانتشر السكريننج ده في كل الدول الأوروبية وفي أمريكا. لكن على مستوى العالم، إذا قلنا أن أنا عندي 130 مليون طفل بيتولدوا سنويا، فاللي بيتعمل لهم سكريننج هم بس 37 مليون، يعني حوالي ثلث أو ربع الأطفال بس هم اللي بيبقوا سكريند، في حين الأطفال اللي موجودين في أفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا اللاتينية اللي هم في نسبة عالية جدا من المواليد وهكذا، دول ما عندهمش لسه سكريننج، فبالتالي يعني الأوفر أول مش حلو قوي. لكن من الأطفال اللي بيتعمل لهم سكريننج عندنا 12 ألف طفل سنويا بيتشخصوا، وبالتالي هم بيبقوا سيفد من إن هم يبقوا عندهم منتال ريتارديشن لما يكبروا. بالنسبة لمصر بقى، فوزارة الصحة والسكان بدأت عملية السكرينينج ده سنة 2000 في 5 محافظات، ومع نهاية سنة 2003 كل 27 محافظة خلاص حصل دخل فيهم موضوع السكرينينج، وبقت كفرد اول اوفر الجمهورية. طبعا كأرقام بقى، بالنسبة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللي قال إن احنا في شهر 7 اللي فات وصلنا 103.5 مليون نسمة، وإن المواليد في سنة 2021 وصلت 2,159,000 طفل. والدراسة اللي اتعملت في 2005 بعد ما بدأنا موضوع النيونيتال سكريننج عشان نشوفوا نسبة الكونجنتال هايبوثيرويديزم، لقوها تمثل حوالي 1 لكل 2000 طفل. فبحسبة بسيطة كده هنقول إن في مصر إحنا we could save أكتر من 1000 طفل سنوياً من إن هم يحصل لهم permanent نيورونال دامج، وان هم يعيشوا بالمنتال ريتارديشن. فبالتالي النيوبورن سكريننج فور كونجنتال هايبوثايرويديزم از ا ميجور اتشيفمنت على مستوى البريفنتيف ميديسن وعلى مستوى الببليك هيلث، ويعتبر طبعا كوست افكتيف، وقدرت الكوست بنفيت بتاعه بواحد الى 10. يعني التكلفه بتاعه السكريننج ممكن تكون واحد قصاد 10 ممكن اصرفهم على الاطفال الهانديكاب اللي هم ممكن يحصل لهم بسبب المنتال ريتارديشن. في الحقيقه دي اتشيفمنت مهم جدا عندنا في مصر، ولكن طبعا زي اي حاجه كل ما بنتقدم ونحسن الصوره بتبتدي تظهر لنا بعض الرتوش البسيطه اللي احنا لو اخذنا بيها يبقى الوضع احسن واحسن. وهنا هنتكلم عن بعض الجابس اللي موجوده في موضوع السكريننج. السكريننج لازم يتم في توقيت معين ما بين اليوم الثالث للخامس بعد ولاده الطفل، عشان لو بدأت بدري بيحصل فيه حاجة اسمها TSH surge، فلو TSH عالي حديني false positive وشخص الطفل على انه هايبوثيرويديزم وهو مش هايبوثيرويديزم ولا حاجة، فبيبقى
ما ابداش في اول يوم ولا تاني يوم، وفي نفس الوقت ما اتاخرش عن اسبوع عشان ما ابقاش ديلايد، وعلى النتائج ما تطلع وتاخد وقتها، ما يكونش حصل اي دامج للطفل. فبالتالي لازم اعمل جود تايمينج في موضوع السكرينينج. كذلك بالنسبه للتايب اوف سكرينينج، احنا عندنا ثلاث انواع: البرايمري تي اس اتش فولود باي التي 4 والتي اس اتش، او ان انا اعمل التي 4 يعني في الاولاني لو تي اس اتش طلع عالي هجيب الطفل واعيد له ثاني تي اس اتش والتي 4. في النوع الثاني انا بعمل سكرينينج بالتي 4، لو طلع قليل هجيب الطفل واعيد له تي اس اتش والتي 4، او ان انا اعمل الاثنين سيمالتينس. كل واحد من السكرينينج ده ليه ادفانتج وليه ديس ادفانتج. التي اس اتش سكرينينج طبعا ده اكثر سكرينينج بيستخدم على مستوى العالم، بيستخدم في كل اوروبا، بعض الولايات الامريكيه، وفي مصر احنا بنستخدم التي اس اتش سكرينينج. هو كوستلي افكتيف لانه رخيص، عنده هاي سنسيتيفيتي وسبيسيفيتي، فبالتالي بقدر اشخص بيه صح، بقدر اشخص بيه برايمري هايبوثايرويديزم والسب كلينيكال هايبوثايرويديزم. التي اس اتش بيبقى عالي ولكن تي 4 ستيل قليل، لكن اللي بيبقى مزد مني هم السكندري هايبوثايرويديزم اللي هو اللي على مستوى البيتيوريتري، لان انا بدور على تي اس اتش عالي والجماعه دول عندهم تي اس اتش قليل، فبالتالي هيبقوا مزد مني. التي 4 طبعا هو كوستلي شويه، هو سنسيتيف لكن عليه هاي فولس بوزيتيف، بيجيب لي اطفال كتير على انهم هم هايبوثايرويديزم وما هماش هايبوثايرويديزم، بيقدر يشخص لي كل الحاجات اللي فشل فيها التي اس اتش سكرينينج، وفي نفس الوقت هو بيبقى ميسنج السب كلينيكال هايبوثايرويديزم لان هو بيدور على التي 4 القليل. في السب كلينيكال هايبوثايرويديزم التي 4 بيبقى كويس بس التي اس اتش هو اللي عالي. طبعا لو انا جمعت الاثنين مع بعض تي اس اتش مع تي 4 في السكرينينج ده الاحسن والاحسن، ولكن ده غالي ونوت كوستلي افكت. طيب بما اننا احنا في مصر بنستخدم تي اس اتش سكرينينج، يبقى انا هيبقى مزد مني عيانين. العيان الاولاني اللي هو بتاع السنترال هايبوثايرويديزم اللي هو عنده ديفكت في البيتيوتري او في الهايبوثالاموس في سيكيشن اوف ذا تي اس اتش، والاطفال دول الانسيدنس بتاعتهم مش عاليه، واحد لكل 50 الى 100 الف طفل، يعني مش نسبه عاليه قوي، وفي نفس الوقت بيبقوا اسوشيتد مع اذر بيتيوتري هرمون، فبيبقى في اذر مانيفستيشنز ممكن توجهني للتشخيص، وبالذات الاطفال اللي عندهم ميد لاين ديفكت، يعني عندهم كليفت ليب اند بالات، عندهم سنجل سنترال انسيزور، دول يوجوالي بيبقى معاهم هايبوبليزيا في البيتيوتري جلاند، والفولو اب طبعا بيبقى بالفري تي 4 مش بالتي اس اتش. كذلك الاطفال اللي عندهم ديليد رايز اوف ذا تي اس اتش، دول مجموعه من الاطفال يا اما هم مولودين بريتيرم او لو بيرث ويت، او هم النيونات ودخلوا النيكيو، او مونوزايجوتيك توينز. الاطفال دول بيبقى عندهم ديليد في الرايز اوف ذا تي اس اتش لو هم كانوا هايبوثايرويد، والسبب في كده ان هم يا اما الدراج ادمنستريشن اللي بياخدوها ممكن تاثر على تي اس اتش، او اما تيوريتي اوف ذا هايبوثالامو بيتيتوري ثايرويدال اكسس، او ان في ميكسنج للبلاد ما بين المونوزايجوتيك توينز بتاثر على الطفل فما بيبانش عليه الهايبوثايرويديزم. طلعت استراتيجيه جديده دلوقتي ان احنا نعمل ري اسسمنت تاني للاطفال دول بعد اسبوعين من الفيرست سكريننج، عشان لو كان مزد مني في الفيرست سكريننج اقدر القطه في السكند سكرين. الحاجات اللي هقولها الجايه دي ان شاء الله سريعه هم الفولس بوزيتيف كيسز، ويمكن لو في اي حد هنا من بيدياتريشن او بيتعامل مع الحالات بتاعه الثايرويد سكريننج هيلاقي ان في حالات بتتحول لنا كتير بتقال ان هي هايبوثايرويد وان تي اس اتش عالي، ولكن جاست ان انا بعمل لها فولو اب الاقي تي اس اتش بقى نورماليزد، والانسيدنس بتاعتهم مش قليله حوالي الضعف او ثلاث اضعاف ان هم يبقوا فولس بوزيتيف. والسبب يا اما ماتيرنال فاكتورز، يا اما فيتال فاكتورز، يا اما استخدامه ديس انفكتنت في ايودين بيأثر على الثايرويد فانكشن. فالوصيه هنا ان انا ابقى ستريكت للجايد لاينز اللي بتقول ان طول ما تي 4 نورمال فانا هفضل اعمل فولو اب للتي اس اتش، يا يرجع للنورمال ويبقى خلاص دي حاجه كانت عارضه وراحت لحالها. اما لو فضل التي 4 سوري تي اس اتش عالي بعد مرور شهر من الولاده فهبدا العلاج بتاعي ايفن لو تي 4 فضل نورمال، لان دي بتبقى حاله سب كلينيكال هايبوثايرويديزم. كذلك اي سكريننج مهما بلغت الكواليتي بتاعته والافيكاسي بتاعته بيظل فيه 5% من الاطفال بتبقى مزد في السكريننج، فبرضه احنا لازم نخلي بالنا ان ممكن تجي لي
حاله الهايبوثيرويديزم بالبيكتشر القديمه اللي كنا متعودين عليها اللي كنا بنسميها الكريتن. والطفل ده جالي كان سنه 9 شهور مزد من النيونيتال سكريننج وعليه كل الاعراض بتاعت الهايبوثيرويديزم، وده بعد اسبوع بعد شهر من العلاج، وده بعد 6 شهور. طبعا في امبروفمنت في الطفل، ولكن ستيل كان عنده سب منتاليتي وديليد سبيتش وحاجات زي كده. فبرضه نخلي بالنا ان مهما تحسن السكريننج برضه ممكن يحصل بعض الفلسس. حاجه اخيره هو موضوع الترانزيانت هايبوثيرويديزم. طبعا لما استيميتد الانسيدنس اوف ذا هايبوثيرويديزم قبل الايرا بتاعت السكريننج قدروها بواحد لكل 6000 لما كنا بنعتمد على التشخيص بظهور الكلينيكال بيكتشر. لما ابتدى السكريننج بدات الانسيدنس تعلى جدا، بقت 1 الى 2000 الى 1 الى 4000. طب الزياده في الانسيدنس دي جت منين؟ اما ان هو قللوا الكات اوف بوينت بتاعت تي اس اتش عشان يدخلوا جواهم حالات المايلد هايبوثايرويديزم وانها برضه تتعالج وانها تستفيد من الموضوع، او السبب الثاني الدخول مجموعه من الاطفال عندهم ترانزيانت نيونيتال هايبوثايرويديزم. الترانزيانت نيونيتال هايبوثايرويديزم باي ديفينيشن مش هعرفها غير لما اوقف العلاج ليتر اون والاقي ان الثايرويد رجعت تشتغل تاني وبقت كويسه، لكن ات ذا تايم اوف ذا دايجنوزس الترانزيانت زي البيرمننت نفس البيكتشر، نفس الرايز في تي اس اتش، نفس اللو في التي 4. فالانسيدنس بتاعت الترانزيانت نيونيتال هايبوثايرويديزم مش قليله، وصلت في بعض الاماكن ل 36%. في مصر كان في دراسه قالت ان ترانزيانت نيونيتال هايبوثايرويديزم وصلت 18%. الاتيولوجي زي ما قلنا ممكن يكون في ماتيرنال فاكتور، ممكن يكون في نيونيتال فاكتور هي السبب وراء الترانزين. الدياجنوزيس زي ما قلنا مش هنعرف نشخصه الا لما ليتر اون هنوقف ونلاقي الثايرويد رجعت اشتغلت. الجايد لاينز بتقول ان طالما تي اس اتش عالي وتي 4 بدا يبقى قليل انا ما استناش ولازم اعمل الريبليسمنت ثيرابي بتاعي، وبعد 3 سنين حابه اوقف العلاج واشوف بقى مين كان ترانزيانت ورجعت الثايرويد تشتغل ومين كان بيرمننت وهرجع تاني للعلاج بتاعنا. بعد 3 سنين طبعا بيكون حصل كومبليت نيورونال ديفلوبمنت، ما انا مش خايفه من حاجه. طب بعد ما عملوا الكلام ده ودرسوا الدراسات دي رجعوا يشوفوا الاطفال اللي طلعوا بيرمننت فيرسس الاطفال اللي طلعوا ترانزيانت هايبوثيرويديزم، هل كان في بريدكتورز تقول دول هيبقوا ايه ودول هيبقوا ايه؟ لقوا ان ما فيش اي بريدكتورز از ريجارد الجستيشنال ايج ولا السكس ولا البيرث ويت ولا الليفل بتاع تي اس اتش في البدايه ولا اي حاجه، اللهم الا حاجه واحده بس، وجدوا ان الاطفال اللي ما احتاجناش نزود لهم جرعه الالتروكسين اثناء الفولو اب هم دول ثبت ليتر اون ان هم ترانزيانت هايبوثايرويديزم، في حين الاطفال اللي احتاج تزود الجرعه فديول طلعوا بيرمننت هايبوثايرويديزم. وبالتالي عند سن 3 سنين كل الاطفال اللي بدانا لهم التروكسين لازم اعمل لهم 1 مانث ترايل ان انا اوقف العلاج بتاع الالتروكسين واعمل ري اسسمنت ثاني للثايرويد فانكشن، لقيتها اشتغلت ولاند جود حرق خلاص هبطل العلاج ودي كانت ترانزيانت، لقيتها برضو ستيل في ديفيشنسي يبقى هرجع للعلاج وهيبقى فور لايف. ماي هوم مسج ان النيونيتال سكريننج فور كونجنتال هايبوثايرويديزم از ا جريت اتشيفمنت ان اور كونتري. Certain situations should be kept in mind during interpretation of the results. We stick to the guideline is mandatory for benefits of our patients, and we wish happiness to our children. And thank you.